شكون اللي غادك اكثر؟ غادك الخديعه ولا غادك داركم ولا غادك شبابك وحياتك؟ والله غاضني نفسي، غاضوني دارنا، كنقول كل شيء يعني، سورتو نفسي، نفسي بزاف. حسيت روحي تاع تسرعت في زواجي. وما خبرتيش داركم؟ حكيتي لهم؟ لا ما هدرتش في الاول، ما قدرتش نهضر. ما على ما قدرتيش؟ بس كل حاجه الاولى والدي يعزز عليا بالبزاف، ما كنتش قادره نجرحهم. كنت دايره امل انه يجي نهار وهذا الراجل يعني حاجه في بالي، انه يجي نهار ويديني نعيش معاه ويوالفني ونوالفه، وتكون الموده والرحمه من بيناتنا، ونجيب وليدات ونبني دار. وكرامتك، كرامتك يعني، وكرام باسكو انت نيفك من نيف باباك، من نيف يماك، من كرامه اهلك. لما كان يضربك الشيخ؟ هو كان الشيخ يعني اول مره ضربني واخر مره، ماشي كل خطره ضربني. كان يشرشي ولك؟ كان يشرشي لي، كان يسمعني كلامات، كان شغل حسيته انه واحد ماهوش راضي على وليده. وعشت رعب في الدار هذيك، عشت خوف، فقدت الثقه في نفسي. وصلت لدرجه تاع وين اني كي نجي نهضر لازم نقعد في بيتي هكا نوجد واش رايحه نهضر لهم باش نخرج من البيت. ما نقدرش نواجه، ما نقدرش نهضر. هالدرجه؟ كي نرفد التليفون نهضر معاه الى نهار نحسو انسان يحكي نورمال، نهارات ما نحكي والو، ما نقدرش نقول حتى كلمه اني نعبر على المشاعر تاعي مع الزوج، ما نقدرش نقولها، لا يجوز. ولا مره رفد هكا لاكام وقال نشوف الزوجه تاعي، ممنوع ممنوع، تليفون وخلاص. سقسيتك على نقطة أخرى، قلت لك على الأولاد، بس كنت جبتي معاه الأولاد، قلتي لي ماشي حابة أيضا يزيد يجيب للأولاد. بالضبط، أنا ما كنتش على بالي. بعد ما دخلت وصل وليت نهضر أنا وكيفاش، ومن حقي نجيب الأولاد، من حقي نكون أم، أنا تزوجت باش ندير الأولاد. في الأول قنعني، قال لي ما تديريش الأولاد، بون أنا ما نقدرش نعايش في الخارج، ولادي يعيشوا في الجزائر، يكبروا بعاد عليا، صبريني هادو سي موا أوموان ندير حل. بعد جازو سي موا، جازو عام، صبت بلي السيد يدير حسابه. شغل في النهاية خرجتي من الدار، يعني لا كواغط لا دراري لا لا ولا شيء. خرجت وخرجت محوزة من الدار مطرودة. أني خرجت نخدم، جيت صبت بابا غلق عليا الباب، قال لي روحي ما نحتاجكش في الدار. لما غلق عليك الباب وقعدتي تدوري برا حتى المغرب، كيفاش عشتي هذيك اللحظة؟ طلعت الكوميساريه تاع وحده منهاره، فوالا قلت لهم واش كاين. انا كنت رحت ليهم من قبل، قلت لهم فوالا اللي الشيخ ضربني. بون هما خزروا فيا هكا كاع، كيفاش الشيخ شحال في عمره؟ قلت لهم قريب 80. كيفاش الشيخ يضرب عروسته؟ هذه ما كذبوني، قال لك ما كاش منها. رفدت تليفوني ودرت فيديو وخليت، واش كان يهضر، واش كان يسب، واش كان يعيط، واش كان صدقني الفاظ ما يقولهاش انسان حاج، انسان معتمر، انسان يفتح المسجد، انسان يصلي، ما يقولهاش انسان كبير. كامل داروا عليا، كامل تحاموا عليا، كامل شافوني انا الغالطه وهما اللي ماهمش غالطين. اعتقد انه اذا كان زوجك شي داير لك قيمه وما يحترمكش، ما تسنيش من اهله انهم يحترموك. والاهل اللي كذبوا عليك وكذبوا عليك حتى في المشكل الصحي، لانه انا عرفت انه عنده مشكل صحي عويص جدا هو، تانيت ما كان نهضروا عليه لانه المجله يسمح لذلك، كذبوا عليك في بزاف اشياء. ما تسنيش انهم تروحي لتما يبنوا لك